الو، مساء الخير. انترنت مع حضرتك يا فندم. يوسف حركات بيضحكني مش عاجبني. مساء الخير يا فندم. خير مثل الانترنت مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. هو ايه ده اللي ذوق يا فندم؟ انت بتهزر. فاني يا فندم، ما فيهاش اي حاجه. طيب عسل. سو فاني يا فندم. طب حضرتك يا فندم ايه قفل في وشي؟ رستارت تاني معلش. تأكد يا فندم ان انت رسترت الضمير. حاضر يا فندم، بس ممكن حضرتك ترستر الراوتر؟ رسترت ام الراوتر. حضرتك يا فندم رستر الراوتر مش ام. رسترت الراوتر مش ام. مش نافع خالص. طب يا فندم، هو الراوتر بتاع حضرتك واي فاي ولا انترنت؟ هو ايه ده اللي طب هي المشكله ما يعني يا فندم حضرتك انت عايز ايه دلوقتي؟ اسمع حضرتك، هو حضرتك ده حضرتك بتشتكي من ايه؟ الضرس وجعني. شغل راس الراوتر يا فندم، شغله تاني. طبطبت يا فندم؟ طبطب يا فندم، طبطب حلو، اعتبره عين من عيالك. متاكد يا فندم؟ دخلته كويس؟ عندنا برضه في نفس عشان انا بعيد بقى. انت الوحيد الشخص انت الشخص الوحيد انا حياتي دلوقتي مش شغاله او فيها حاجات مشكله او في حاجات انا مش عارف اوصل. الحل دايما بيكون فيك، بمعنى ايه الشغل ده؟ بنفس الشخص اللي كان عايز. طب الحل بيكون ازاي؟ الحل بيكون ازاي؟ الموبايل بتاعي او الراوتر بتاعي يكون هو مستعد ان هو يتعمل له ريستارت فهيشتغل. احنا فعلا بنعمل ريستارت. انت ما قررتش تعمل ريستارت الاهم حاجه وهي حياتك. عمرك ما عملت ريستارت الاهم حاجه وهي حياتك انت كشخص. بننسى نعمل ريستارت الاهم حاجه انت، بس ما بنعملش ريستارت الاهم حاجه احنا. بس ما بنعملش ريستارت الاهم حاجه احنا. اهم حاجه زي ما قلت لكم. لا انا مش هينفع اتكلم من غير ما اكتب الحاجه.